أهلا بكم مشاهدي القاهرة الإخبارية الكرام، وهذه جولة لمراسلينا حول العالم من مختلف العواصم. ونرحب بداية بأبو بكر بشير من لندن، كذلك خالد شقير من مارسيليا، ومعنا أيضا دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، وآية السيد من عمان، وهبة التميمي من العراق. أهلا بكم مراسلي القاهرة الإخبارية الكرام. ونبدأ هذه الجولة بداية بالطبع من غزة. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسقوط شهداء ومصابين، بينهم عدد من الصحفيين، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الكويتي في محافظة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وأوضح مراسلنا أن المستشفى الكويتي استقبل عددا من الإصابات قبل أن ينفذ جيش الاحتلال حزاما ناريا حول المستشفى بسبعة صواريخ. الآن معنا من رفح الفلسطينية منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية. منى، أنا برحب بك، لو تعطينا تفاصيل أوفى حول ما يحدث في رفح. تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. الآن ربما هناك تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على مستويات منخفضة في منطقة رفح، بالإضافة إلى طائرات كواد كابتر التي ترصد كل ما يجري على الأرض. ربما منذ صباح هذا اليوم حتى الآن أبرز الغارات التي نفذت في منطقة رفح هي ما يعني الغارات التي نفذت في منطقة معبر كرم أبو سالم، والتي يعني أدت إلى سقوط أربع شهداء من بينهم مدير معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى عدد آخر من الشهداء. هذا طبعا نحن نذكر هنا بأن معبر كرم أبو سالم كان مغلقا منذ بداية الأحداث، أو حتى منذ ما قبل بداية هذه الأحداث بفعل الأعياد اليهودية، وتم استئناف العمل فيه منذ بداية هذا الأسبوع بعد يعني وساطات كثيرة لتسهيل عملية إدخال المساعدات. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعتين ربما من الآن قام بقصف أحد مرافق هذا المعبر، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مدير المعبر وعدد آخر من الموظفين وسقوط عدد من الإصابات. ربما هذا يعني أبرز الأحداث التي تتعلق باستهدافات منطقة رفح، هذا بالإضافة إلى استمرار الاشتباكات التي يعني الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواغل في المناطق الشرقية وفصائل المقاومة الفلسطينية. فيما يتعلق بمنطقة معن، الآن هناك استهدافات عديد من الغارات التي تستهدف منطقة معن في شرق خان يونس، وهذه المنطقة الآن على ما يبدو تتعرض لأحزمة نارية. هذا الحدث يعني الآن يعني نحن يعني بينما أتحدث إليكم ما زال قائما، وبالتالي لم يعلم حتى الآن إذا ما كان هناك يعني إصابات أم أن المنازل أو المناطق التي تم استهدافها هي آهلة بالسكان أو لا. ولكن نذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم كان قد وجه تعليمات ل 20% من سكان خان يونس أو من تبقى من سكان خان يونس بضرورة إخلاء منازلهم والذهاب باتجاه مناطق يعني يقول بأنها يجب أن تكون أكثر أمناً، بالإشارة إلى منطقة رفح رغم أن جميع المناطق مستهدفة. وبالتالي هذا دليل على أن العمليات العسكرية البرية والاستهدافات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية تجاه منازل المواطنين سوف تكون ربما أكثر عنفاً خلال الساعات القادمة في منطقة. نعم، هل من تفسير لهذا التصعيد منى والعنف كما ذكرتي؟ وهناك أنباء تفيد بأن هناك صفقة ما تلوح في الأفق، هل هذا مرتبط بذلك منى؟ بطبيعة الحال هذا فعلا مرتبط، الأمور مرتبطة ببعضها البعض. هذا يذكرنا ب يعني الاستراتيجية التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية في كل المرات التي يتم الحديث فيها عن صفقات تبادل الأسرى أو قرب انتهاء أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، حتى ما قبل يعني حتى بعد أحيانا بسريان هذه الهدن. عمليا الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترات يحاول الاستفادة من كل وقت من الممكن أن يستفيد منه لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار بين المدنيين وفي البنية التحتية وكل ما إلى ذلك، حتى يعني يسوق فكرة بأنه الآن يحصل على أو هو يحقق المزيد من الانتصارات عمليا.
جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة كان قد قال بأنه يحتاج إلى أسابيع، وما زال يتحدث عن أنه بحاجة إلى أسابيع في منطقة خان يونس. وعلى ما يبدو مع الضغط الإدارة الأمريكية والحديث الآن عن احتمال القرب لوصول صفقة تبادل، من الممكن أن يكون الفترة المقبلة يعني شديدة الصعوبة، وليس على جبهة واحدة، هنا لا نتحدث عن جبهة واحدة. عمليا ما زال هناك محاولات لدخول بعض المناطق في منطقة شمال شرق قطاع غزة، تحديدا في شمال جباليا وجباليا المعسكر، هذا بالإضافة إلى استمرار محاولات الدخول في بعض المناطق وسط مدينة غزة. المناطق الشرقية لوسط مدينة غزة تحديدا بمعنى شرق دير البلح والمغازي والنصيرات والبريج، هذه المناطق الآن تشهد محاولات لاجتياحات برية، وجيش الاحتلال يتعرض للكثير من ربما الأضرار جراء هذه المحاولات، الأمر الذي قد يؤخر قليلا. هذه الاجتياحات ما زالت مستمرة في وسط مدينة خان يونس، والآن محاولات لتقدم بري في منطقة شرق رفح. طيب منى، منظمة الصحة العالمية ذكرت قبل ساعات من الآن أن مستشفيات الشمال بالكامل لا تعمل، ما الذي يقوله لنا هذا التصريح حول حقيقة الوضع في القطاع الصحي ربما بشكل عام، وأنت تقولين أن كل الجبهات الآن مشتعلة؟ فيما يتعلق بالقطاع الصحي إن كان في الشمال أو حتى في الجنوب، ومتهالك بطبيعة الحال، إذا أردنا أن نخصص الحديث عن مناطق الشمال، المستشفى الأندونيسي تم إخراجه عن الخدمة منذ فترة من الوقت ما يقارب شهر، وتعرض لاجتياح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام باقتحام المستشفى وتدمير أجزاء منه واعتقال ما يمكن اعتقاله، وبالتالي يعني هذا فيما يتعلق بمستشفى الأندونيسي، وهو خرج فعليا في تلك الأيام عن الخدمة. مستشفى الكلى أيضا كان قد تم إخراجه عن خدمة في شمال قطاع غزة. مستشفى كمال عدوان قبل أيام قليلة شهدنا فيه عديد من المجازر، وبعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي له واعتقال أكثر من 70 من ما بين طواقم طبية وعاملين داخل المستشفى، وقتل عدد كبير أيضا من المرضى والنازحين في هذا المستشفى. وبطبيعة الحال يعني كان هناك دمارا كبيرا أخرج هذا المستشفى عن الخدمة، وإن كانت الخدمات التي كان يقدمها بسيطة. مستشفى العودة هو الآن يعني في حالة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفى، يقوم باعتقال ما يقارب 127 شخصا داخل هذا المستشفى، بالإضافة إلى أنه قام بتدمير عدد من مرافقه، وبالتالي هو أيضا خارج عن الخدمة. المستشفى الوحيد في مناطق مدينة غزة والشمال الذي يعمل الآن هو ما تبقى من مستشفى الشفاء، لأن عملية مستشفى الشفاء نعلم بأنه تعرض لتدمير كبير، لا توجد به لا مياه الآن ولا كهرباء ولا أي قدرات لتقديم خدمات للمرضى. المستشفى الأهلي أيضا كان قد خرج عن الخدمة. فيما يتعلق بمستشفيات وسط وجنوب قطاع غزة، يعني هذه المستشفيات، وإذا أردنا أن نعود للحديث عن تقسيم المناطق، عمليا منطقة خان يونس ومناطق الوسط التي كان يدخلها مساعدات إن كان طبية أو ما إلى ذلك يعني بنسب معينة، هي أخرجت عن النطاق، بمعنى أنه تم تقسيمها وحصارها بشكل كامل، لا شيء يدخل منطقة خان يونس ولا شيء الآن يصل إلى مستشفى ناصر الطبي، بالإضافة إلى مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح. وبالتالي هذه المستشفيات ربما ذاهبة باتجاه وضع أكثر صعوبة، بالإضافة إلى محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي للاقتحام أو الاقتراب على الأصح من مجمع ناصر الطبي، ما قد يعني يذهب بنا إلى فكرة أنه قد يتم إخراجه أيضا عن الخدمة وهو يحتوي على الآلاف من المرضى. عمليا المستشفيات الأخرى في معظمها تقدم خدمات بسيطة، مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى الكويتي هي مستشفيات صغيرة لا تحتمل أعداد كبيرة من المواطنين الذين يصلونهم كإصاباتهم بحاجة إلى خدمات، لا توجد سولار يغذي هذه المولدات التي تعمل عليها المستشفيات، لا يوجد خدمات طبية أو ما يمكن تقديمه من مواد أدوية وعلاجات وما إلى ذلك. ونحن الآن نتحدث أيضا في سياق الحديث عن انهيار الوضع الطبي، نحن الآن نتحدث عن انتشار لعدد من الأمراض والأوبئة إن كان الجلدية أو حتى أمراض الكبد الوبائي، وأيضا أمراض الجهاز التنفسي، في الوقت الذي لا يمكن لأي مستشفيات تقديم أي نوع من الخدمات، كون أنها لا تملك الإمكانيات، بالإضافة إلى أنه حتى الصيدليات الآن أصبحت خالية.
نعم. طيب منى، أخيرا ما الذي يتم تناوله بشأن أو بصدد هذه الصفقة التي تلوح في الأفق، والوفد اللي موجود الآن في القاهرة لبحث هذه الصفقة؟ يعني فيما يتعلق بهذا الأمر يمكن الحديث في هذا السياق على إطارين. إطار يتعلق بالآراء الفلسطينيين بخصوص هذه يعني التفاهمات أو المفاوضات أو محاولات التوصل إلى اتفاق، والتي يعني الجميع يتفق بأنها يجب أن لا تكون بالصيغة التي يتحدث عنها الإسرائيلي، لأن بعد كل ما رأى أهالي قطاع غزة من موت، بعد ما يعانونه من يعني جوع وعطش وكل هذه المعاناة، هم لا يريدون الوصول إلى أي اتفاق، مجرد اتفاق عابر فقط لإيقاف يعني سيل الدم وهذه العمليات العسكرية التي تؤدي إلى سقوط المزيد منهم بين شهداء وجرحى. الخسائر التي خسرها أهل قطاع غزة كبيرة جدا، وهم يرون بأنه لا يجب أن تنتهي بلا ثمن. هذا من جهة. من جهة أخرى على الصعيد العسكري، عمليا الآن يعني الجميع يحاول التنبه إلى أن احتمالية الوصول إلى هذه الصفقة وهذه المفاوضات، طالما أنها ما زالت هناك محاولات للعمل عليها وهناك لقاءات تدور في إن كانت القاهرة أو حتى في مناطق أخرى، هذا يعني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يكون أكثر فتكا في على الأرض وفي المناطق المختلفة. هذا الأمر سوف يرفع من عمليات العنف واستهداف المدنيين بشكل كبير جدا، والجميع يدرك بأن كلما ربما ازدادت حدة العنف وزاد العديد زادت أعداد الضحايا والاقتحامات وتم تسريع العملية البرية، هذا يعني بأن يعني هناك احتمالية لقرب التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالشأن السياسي. نعم، منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أنا بشكرك شكرا جزيلا. في سياق آخر، أفادت مراسلتنا بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى. يأتي هذا بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده في معارك جرت في شمال القطاع بحسب بيان لجيش الاحتلال، فقد تراوحت أعمار الـ3 بين 19 و21 عاما. كان أحدهم ينتمي إلى الكتيبة 931 بلواء نحال، بينما كان الآخران يدرسان في مدرسة الضباط. وبذلك الإعلان ترتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر إلى 469 جنديا وضابطا، فيما بلغ عدد القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137 عسكريا. وتعليقا على كل هذه التفاصيل، تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، طبعا أنا برحب بك في البداية، كيف بيفسر في الداخل الإسرائيلي هذه الأعداد من القتلى من الجنود، وخاصة أن معظمهم دانا وصححي لي من جنود النخبة؟ التحية، يعني دعينا نقول أن هنالك حتى تخبط في الإعلان عن أعداد القتلى في صفوف جنود الاحتلال، وهنالك أرقام متقاربة من التي ذكرتها، وبعض وسائل الإعلام تزيد على ذلك بـ2 أو 3، ولكن صبيحة اليوم بيان جيش الاحتلال كان قد أكد مقتل 3 من جنوده أو ضباط، وأحد منهم ضابط في جيش الاحتلال، والحديث عن 8 إصابات في المعارك الضارية في شمالي القطاع، خاصة بعد دخولنا في الشهر الثالث. ما زالت هذه القوات كما تقول بيانات جيش الاحتلال تدور وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين سواء في شمالي القطاع أو حتى في جنوب، وهذا يزيد خوف العائلات ويزيد يعني حفيظة الجمهور الإسرائيلي الذي أصبح يخرج في تظاهرات، ليس فقط عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بل عائلات الجنود الذين ما زالوا يقاتلون ميدانيا في قطاع غزة، يطالبون وتطالب هذه العائلات المنظومة الأمنية والعسكرية في تقديم تفسيرات حول طول هذه المدة الزمنية، وخاصة في ظل السجال ما بين وسائل الإعلام وبين بيانات جيش الاحتلال التي تظهر فروقات واضحة وعالية جدا بين ما يتم الإعلان عنه في المشافي الإسرائيلية وفيما يتم الإعلان عنه من بيانات جيش الاحتلال. الآن ونحن نتحدث، هنالك خبر عاجل يفيد في بيانات جيش الاحتلال أن في 24 ساعة الأخيرة كان هنالك إصابة 60 جندي في صفوف الاحتلال في هذه المعارك في الاجتياحات البرية. هذا يرجح الأعداد بأن تكون أكثر بكثير مما يتم الإعلان عنه، وخاصة بعد نشر كتائب القسام مقاطع فيديو وتأكيدات تعلن مسؤوليتها فيها عن قتل العشرات في صفوف جنود الاحتلال. ولكن دعينا نقول
فيما يدور في المعارك في شمال وجنوب القطاع. نتحدث أيضا الآن الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن إصابة إسرائيلي في الحدود الشمالية، وخاصة الأنظار اليوم تتجه نحو الحدود الشمالية من جنوب لبنان بسبب الغارات الكثيفة التي تنفذ على مناطق ومستوطنات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. تقارير إسرائيلية تقول بأن هنالك إطلاق ما يزيد على 20 صاروخ كان قد وصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة شمالا من جنوب لبنان، وثلاثة من هذه الإطلاقات كانت صواريخ مضادة للدروع، وتم تسجيل إصابة مباشرة لعدد من المركبات في مناطق هناك، وأيضا إصابة لمبنى سكني هناك. الإسعاف الإسرائيلي يتحدث الآن فقط عن إصابة إسرائيلي جراء سقوط شظايا بعض هذه الصواريخ، وكان قد سبقها في ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم الحديث عن أيضا كان هنالك 8 رشقات صاروخية أو 8 صواريخ سقطت في كريات شمونة، منها فقط 3 اعترضتها القبة الحديدية، والحديث عن 5 صواريخ كانت قد سقطت في كريات شمونة. لذلك كان هنالك إيعاز لسكان المنطقة هناك بضرورة التواجد في مناطق محمية، عدم الخروج إلى الساحات، وعدم لمس أي صدايا صاروخية قد تحمل مواد متفجرة هناك. دانا على المقاطعة، لكن اسمحي لي فقط بهذا السؤال الأخير في هذه المقابلة، ما هي أصداء هذه التصريحات التي خرجت صباح اليوم من اليمين المتطرف تحديدا الوزير بن غفير بشأن حل مجلس الحرب؟ هل هذا الفريق دانا له تأثير بشكل أو بآخر على ما يريده الشارع الإسرائيلي في هذه الأثناء؟ دعنا نقول أن هذه الأحزاب الدينية المتطرفة الصغيرة هي من تشكل الائتلاف الحكومي، دون هذه التشكيلات لن يتمكن نتنياهو من إعادة تشكيل ائتلاف حكومي، أو حتى لم يتمكن من تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي بهذه الصيغة الحالية. لذلك كان عادة ما يستمع إلى سموتريتش وإتمار بن غفير خوفا من حل الائتلاف الحكومي، التي إذا كان قد انسحب إتمار بن غفير من هذا الائتلاف الحكومي سيسقط هذا الائتلاف الحكومي، ما يضطر نتنياهو إلى الذهاب إلى انتخابات في غضون عامين. ولكن نتحدث أن اليوم تصريحات بن غفير فيما يتعلق في تخوفات هذا الحزب من أن يكون هنالك تقليص للعمليات الحربية والتوغلات البرية في القطاع، في ظل الحديث عن صفقة تبادل لربما تتم في الأسابيع المقبلة أو في بداية العام المقبل. لذلك لوح بأن يكون هنالك ضرورة لحل هذه الحكومة، وبأنه لا يجب أن يكون هنالك تقليص لعمليات برية في قطاع غزة، بل وأشار إلى ضرورة تفكيك كابينيت الحرب، وبأن تدار هذه الحرب من قبل الكابينيت الموسع الذي يضمه هو كونه استبعد من كابينيت الحرب. لذلك في هذه اللحظة لا تؤخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولكنها مؤشرات ودلالات على التفكك في داخل هذا الائتلاف الحكومي حتى اليمين منه، وهذا يدلل ويؤشر أن ما بعد الحرب ليس كما قبلها، وخاصة أنه إذا انتهت هذه الحرب بالفعل سيكون هنالك إطاحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. شكرا دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة. الآن نتحول إلى الشأن اللبناني، حيث أعلن حزب الله مقتل 2 من عناصره في قصف إسرائيلي استهدف الأراضي اللبنانية. وكان جيش الاحتلال قد قال إن طائراته قصفت سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان، وأضاف جيش الاحتلال أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها عدة بنى تحتية. الآن معنا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد أنا برحب بك، ما هي أبرز الأجواء أحمد في هذه اللحظات وهذا التصعيد الذي يبدو أنه كبير؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل التصعيد كبير على الحدود اللبنانية الجنوبية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي خرجت عن قواعد الاشتباك بالأمس، والتي استهدفت العديد من المنازل في مناطق عيترون ومارون الرأس، وأيضا عدد من البلدات في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية، وتجاوزت ذلك الأمر أيضا بالوصول إلى منطقة إقليم التفاح وقصف عدد من المنازل في هذه المنطقة، مما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتيل ومصاب. وردا على هذا الأمر في الساعات الأولى من صباح اليوم أعلن حزب الله اللبناني باسم المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عمليتين، إحداهما قصف برشقات صاروخية باتجاه مستعمرة كريات شمونة، وهي مستعمرة يسكن فيها عدد من المدنيين في العمق الإسرائيلي، وهي أيضا خارج نطاق قواعد الاشتباك، وذلك ردا على استهداف المدنيين في الأراضي اللبنانية
وأيضا ردا على ما وصفته بانتهاك القرى والبلدات اللبنانية، ثم تبع ذلك أيضا بقصف ربما هو الأول من نوعه منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، وهو قصف بالمواد أو القذائف الحارقة التي استهدفت مناطق شجرية وغابات في الجانب الإسرائيلي، وذلك ردا أيضا على استهداف مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية المزروعة بالقذائف الفسفورية الحارقة التي دمرت العديد من يبدو أننا فقدنا صوت مراسلنا أحمد سنجاب من بيروت، ويبدو أن التصعيد على هذه الجبهة كما أوضح أحمد هو تصعيد كبير، ربما يعود إلينا أحمد في وقت لاحق من هذه الجولة. الآن نتحول إلى اليمن، حيث هدد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي بإطلاق الصواريخ على السفن الحربية الأمريكية إذا تدخلت واشنطن أكثر في شؤونها أو استهدفت اليمن. وحذر الحوثي الدول الأخرى من المشاركة في عملية متعددة الجنسيات التي أطلقتها الولايات المتحدة لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن المملوكة لإسرائيل أو المتجهة إليها ردا على الحرب في قطاع غزة. الآن معنا من اليمن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي. إياد، طبعا أنا برحب بك، إلى أي مدى تؤخذ هذه التهديدات من قبل الحوثيين بعين الاعتبار؟ مساء الخير داليا. نعم، زعيم الجماعة هدد بالأمس صراحة من استهداف أو استهداف هذه عمليات هذا التحالف، لكن دعيني أحدثك في البداية عن قدرات الحوثيين العسكرية. ربما لا تكون أو لا تقارن بمقدرات التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية من الدول العظمى كبريطانيا والدنمارك، انضمت مؤخرا، وأيضا بعض الدول الغربية. زعيم الجماعة هدد بالأمس استهداف السفن. العمليات الحوثية هي في الغالب يتم فيها استخدام الطائرات المسيرة وأيضا الصواريخ. في الحقيقة تنامت قدرة الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر بعد دخول أو تزويد إيران لها بتقنية الصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة، لكن هذه العمليات بحسب الكثير من المتابعين والمراقبين العسكريين أنها غير متكافئة مع التحالف الذي تم تشكيله، وبالتالي فإن الحوثيين في بداية الاندلاع في حرب غزة كان لهم هناك عمليات عسكرية صوب إسرائيل وأطلقوا الكثير من الصواريخ، لكن تم اعتراضها، وبالتالي فإن العمليات الحوثية والتهديدات ستكون في البحر الأحمر فقط باعتراضها للسفن المدنية. في واقع الحال نتحدث بعد تشكيل هذا التحالف وإعلان وزير الدفاع الأمريكي، يعني خفت هذه الأحداث في البحر الأحمر. لم نرصد خلال اليومين الماضيين أي عملية للحوثيين في البحر الأحمر. كان هناك فقط مواقف، رصدنا مواقف لقادة الجماعة وأيضا لزعيم الجماعة، كان هناك كثيرا من المواقف المهددة والمحذرة تارة أخرى، لكن لم تحدث بعد تشكيل هذا التحالف أي عملية ضد السفن. صحيح أن السفن قد غيرت بعضها وجهتها واتجهت إلى مناطق أخرى، لكن كانت خلال اليوم الأيام الماضية كان هناك تصاعد للأعمال العسكرية وعمليات اعتراض السفن. كنا نتحدث عن اعتراض سفينتين باليوم الواحد أو أكثر، هناك هجمات، لكن بعد تشكيل هذا التحالف ربما أنه بدت ملامح نتائجه منذ تالي يوم إعلان تشكيله، حيث يعني لجمت الكثير من هذه العمليات وبدأت تهدئة. ربما هناك عملية تواصلات يعني بين الجماعة والولايات المتحدة الأمريكية عبر وسطاء عمانيين كما تحدث الكثير من مسؤولي الجماعة وأيضا المتحدث الرسمي، وبالتالي نحن أمام بداية لتشكيل هذا التحالف. أن التحالف استطاع من خلال إعلان تشكيله يعني إلجام هذه العمليات وكبح
يعني تصاعدها خلال هذه اليومين. نحن نتحدث عن ثلاثة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة. نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة حققت الردع على الأقل من خلال هذا التحالف، أم أنه الحكم على هذا الأمر لا زال مبكرا؟ نعم، الحكم على هذا الأمر لا زال مبكرا، لكن هناك بيانات وهناك إدانات كثيرة من دول غربية مختلفة وكذلك من الإقليم. الجميع ينظر إلى هذه العملية التهديد لحركة التجارة الدولية، والكثير متضرر من هذه العمليات. هنا في الموقف الرسمي أيضا والموقف الشعبي في اليمن يرون تعاطف كبير مع غزة، ويعني الجميع يدعم الفلسطينيين وبناء دولتهم وإقامة دولتهم قضيتهم العادلة. لكن بحسب ما تابعنا ورصدنا الكثير من المواقف الشعبية والرسمية، إن هذه الأعمال هي تضر بمصلحة اليمن والإقليم والدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتضر الكثير من الدول من بينها جمهورية مصر العربية واليمن وأيضا المملكة العربية السعودية. لكن الموقف الرسمي لا زال يعني هناك تحفظ كبير بشأن هذه العمليات، الجميع يرفضها. اليمن انضمت إلى الدول الموقعة على هذا التحالف يعني الأمس، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية أن اليمن كانت من بين الدول التي وقعت الانضمام إلى هذا التحالف. هذه العمليات كما تحدثنا أنه لا نستطيع الجزم اليوم عن عملية الردع أو متى بدئها، لكن وجود التحالف ربما إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أثر كثيرا على هذه العمليات، وبدأت الأنظار يعني تتجه صوب هذا الخطورة التي تعرض لها حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. نعم، إياد الموسمي مراسلنا من عدن في اليمن، شكرا جزيلا لك. الآن نتحول إلى الأردن، حيث أكد ملك الأردن عبد الله الثاني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أكد الملك على ضرورة حماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع. كما بيّن أن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف. وجدد الملك رفضه لأي محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أنه أمر يخالف القوانين الدولية ويجر المنطقة إلى المزيد من الصراع. ومن الأردن معنا آية السيد. آية أهلا بك، ما هي أبرز النقاط التي تم ربما الاتفاق بشأنها بين الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون؟ تحياتي لك داليا. هناك العديد من الأمور والتي بها التطابق حقيقة فيما يخص موضوع يعني الحرب على غزة وأيضا في الأراضي الفلسطينية. الملك أكد لوزير الخارجية البريطاني بأنه لابد من أن يكون هناك إطلاق فوري لي يعني مما تقوم به إسرائيل حاليا في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة. إلى جانب ذلك أيضا يعني تم الحديث حول استمرارية دخول المساعدات يعني إلى القطاع وأيضا إلى الضفة الغربية. كان هناك تأكيد على أن هناك رفض قاطع لما تقوم به إسرائيل من موضوع يعني التهجير القسري أو اتباع هذا المبدأ حقيقة، مؤكدا بأنه لابد من أن يكون هناك عودة للمفاوضات وأيضا العودة إلى يعني الحل السياسي وعدم اللجوء إلى الحل العسكري. في هذا السياق أيضا داليا، أيضا كان بالأمس هناك لقاء بين العاهل الأردني وأيضا القيادات الدينية المقدسية والأردنية. كان هناك حديث حول ما تقوم بها القوات الإسرائيلية حاليا يعني في الضفة الغربية وأيضا في بيت لحم، مؤكدا بأنه ما تقوم بها الآن القوات الإسرائيلية من عملية يعني منع أو تقييد المسيحيين من أداء الشعائر الدينية والصلوات للعيد ميلاد المجيد في بيت لحم، هذا أمر مرفوض، مؤكدا بأن هناك وصاية هاشمية ولابد من أن تلتزم إسرائيل بهذه القوانين. من جانبها أيضا كان هناك حضور لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي بدوره أكد أيضا بأنه تم تقديم مرافعة إلى يعني محكمة العدل الدولية، وهي مرافعة شاملة وتعد الأشمل يعني، وهي جاءت بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه المرافعة داليا طبعا
تتحدث عن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، وأيضا الانتهاكات وأيضا عمليات التهجير وطرد الفلسطينيين أو أهالي الضفة من منازلهم، وأيضا عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل والاستيطان. هذه المرافعة طبعا تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، وطبعا بحضور يعني القيادات المقدسية الدينية. بالأمس مع الملك تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار. الملك أيضا تحدث بأنه الحصول على هدنة أو الوصول إلى هدنة يجب أن يكون أيضا مربوط بالإطلاق أو وقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة، وأيضا في يعني ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، من أجل العودة إلى المفاوضات، من أجل أن يكون هناك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. من منطلق آخر طبعا أيضا تم الحديث حول المساعدات، وفي هذا السياق يعني بالأمس تم الإعلان عن فتح معبر جديد بري يصل له مساعدات لقطاع غزة، وهو من جسر الملك حسين الواقع في جنوب أو الغور الجنوبي في الأردن. هذا الجسر طبعا داليا سيكون مربوط، أو بالأمس فعليا كان هناك عبور لي يعني شاحنات أردنية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، والذي سيقوم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. جيد. بالأمس تم طبعا تسيير العديد من القافلات من أجل تقديم المساعدات. نعم. طيب أي فيما يتعلق بالموقف البريطاني، هل رصد في الداخل الأردني بعض التغيير في هذا الموقف، وتأتي هذه الزيارة ربما للتدليل على ذلك؟ لأنه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، كما ذكرتي أنت في آخر تصويت امتنعت بريطانيا عن التصويت لوقف إطلاق النار، كيف يرى الداخل الأردني أو كيف يتفاعل مع الموقف البريطاني؟ حقيقة من تصريحات الملك بالأمس تبين بأنه هناك تغيير في الموقف الغربي بالذات حول ما يحدث في قطاع غزة. الملك أكد بالأمس بأنه يعني من خلال الاجتماعات، من خلال التواصل المباشر مع الدول الغربية، أصبح هناك فعلا تأثير، وأصبح هناك تطابق في موضوع وقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة. وجود وزير الخارجية البريطاني بالأمس ولقائه بنظيره الأردني وأيضا بالعاهل الأردني تبين بأن هناك يوجد تطابق نوعا ما في يعني القرارات أو المبادئ التي تحث على أن يكون هناك عودة للمفاوضات، وأيضا يعني وقف لإطلاق النار. هذا يبين داليا فعلا بأنه الموقف الغربي نوعا ما تغير، وأن هناك فعلا يعني دعم، وهناك حشد كما تحدث عنه الملك بالأمس، بأن هناك فعلا حشد دولي من أجل إيقاف هذه الحرب الواقعة على قطاع غزة بالأخص، وأيضا على الضفة الغربية. الملك من خلال هذه التصريحات داليا يؤكد بأنه يمنع أن يتم فصل قضية غزة عن الضفة الغربية، هي قضية موحدة. الحديث عن ما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية هو يمس الداخل الفلسطيني ويمس المجتمع الفلسطيني، بالتالي لابد من أن يكون هناك حل جذري والعودة للمفاوضات من أجل يعني انتهاء هذا الصراع الحاصل والذي قامت إسرائيل بافتعاله. نعم داليا. شكرا آية السيد مراسلتنا من عمان على كل هذه التفاصيل. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية البريطاني ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي غزة. وشدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأهمية العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم. بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه من غير المقبول أن يتعامل المجتمع المدني مع ما يحدث في غزة من قتل وتهجير قسري خارج إطار قواعد القانون الدولي. وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة أن مشروع القرار العربي الإسلامي هو مشروع إنساني ويهدف إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته. والآن معنا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. أبو بكر أنا برحب بك طبعا، ما هي الأجندة التي جاء ديفيد كاميرون بها إلى المنطقة؟ وبالطبع لا ننسى أن هذه الأزمة أصلا خرجت من بريطانيا قبل 75 عاما.
بالفعل لدينا كاميرون وزير خارجية بريطانيا في الشرق الأوسط للمرة الثانية منذ أن تولى منصب وزير الخارجية، زار الأردن وزار مصر، لديه خطة يريد تسويقها والحصول على الدعم الدبلوماسي والسياسي لها. عنوان الخطة العريض هو وقف إطلاق نار مستدام. لك أن تتخيل أن ديفيد كاميرون قال أن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار بشرط أن يكون وقفا مستداما وطويلا. بريطانيا نفسها كان برلمانها صوت منذ أسابيع ضد قرار يطالب بوقف إطلاق النار. ديفيد كاميرون يعلم أن المسؤولين الأردنيين والمصريين لا يحتاجون حقيقة إلى يعني توصية أو دعوة بريطانية من أجل العمل على وقف إطلاق النار، وأن هذه الدول لا سيما مصر قادت وتقود مفاوضات مطولة لوقف إطلاق النار ونجحت بالفعل في الوصول إلى جولة أولى من وقف إطلاق النار وحتى تفاوض الآن على الجولة الثانية ربما انتهى القتال. لكن هناك إشكالية في التفاصيل عبر عنها أيضا ديفيد كاميرون عندما قال أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إذا بقيت الفصائل الفلسطينية المسلحة لا سيما حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على حدود إسرائيل، هكذا قال. الآن هناك يعني إجماع غربي وإسرائيلي أو رغبة غربية وإسرائيلية بالتخلص من الفصائل المسلحة في قطاع غزة لا سيما حماس، لكن الإشكالية أنهم عسكريا غير قادرين حتى الآن على القيام بذلك، وسياسيا هم مختلفون فيما بينهم بشكل كبير على شكل قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب. الغرب من جهته يريد أن يرى يعني إدارة فلسطينية لقطاع غزة ويتحدثون عن عودة السلطة الفلسطينية من أجل تمهيد لعملية سلام دائم، في حين أن إسرائيل يعني تصر على وجودها الأمني هناك بما يعني إعادة احتلال قطاع غزة. الخلاف على مستقبل قطاع غزة صحيح ليس أبو بكر، هذه نقطة لافتة جدا حقيقة، لأنه أولا هل هذه الخطة التي تحمل وقف إطلاق نار مستدام تحمل في طياتها ربما ملامح لتصور بريطاني بشأن مستقبل قطاع غزة، وهل زيارة إسرائيل مدرجة على أجندة وزير الخارجية البريطاني؟ ليس هناك حتى الآن إعلان رسمي عن وزير الخارجية البريطاني سوف يزور إسرائيل، قد يقوم بذلك ولكن لم يكن هناك إعلان رسمي من بريطانيا، هذا في الشق الأول. الآن مآلات الحرب ويعني كيف، هل هناك اتفاق على كيف يتم إدارة قطاع غزة بعد ذلك بالتخلص من الفصائل؟ هذا ما لا يملك جوابه أحد. بريطانيا تريد هذا بالخط العريض، إسرائيل كذلك يريدون التخلص من الفصائل داخل قطاع غزة لكنهم لا يملكون ذلك. لذلك يذهب بعض المحللين هنا إلى القول بأن ربما في طيات المقترحة البريطانية الغربية بشكل عام يعني سيناريو مشابه لسيناريو إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت في ثمانينيات القرن الماضي عبر تكثيف الضربات على المدنيين هناك، وهو ما يحدث الآن بالفعل في قطاع غزة، ثم الجلوس إلى التفاوض واقتراح ورقة مغادرة المسلحين إلى المنطقة من أجل حماية المدنيين. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في جميع المساقات التاريخية والجغرافية بين الحادثتين، لكن قد تكون هذه الفكرة. العنوان العريض لبريطانيا هو أنه لا يريد رؤية الفصائل الفلسطينية المسلحة هناك وبالذات حماس، وهذا ما لا تقبله الفصائل. لدينا يعني من قال من الفصائل الفلسطينية ومن حماس بالأمس قالوا أنهم يعني ذهبون إلى القاهرة لأن إسرائيل هي من طلبت هذه الجولة من المفاوضات وهي من عرضت وقف إطلاق النار، وهم يقرؤون ذلك على أن إسرائيل ميدانياً متعثرة وغير قادرة على فرض أجندتها، لذلك لجأت إلى التفاوض، وهم ليسوا مستعجلين بحال من الأحوال على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق على تبادل أسرى جزئي، بل يريدون وقف شامل لإطلاق النار. إذن على الواضح والثابت أن في ظل هذا تعاظم النشاط السياسي والدبلوماسي الآن في مصر لجهة مفاوضات ما بعد انتهاء الحرب، هذا يعني أن الجميع خلص إلى نتيجة مفادها أن القرار النهائي لن يكون ميدانيا وأن المقاتلين في الميدان لم ينجحوا حتى الآن في فرض أجندة السياسيين، لذلك يلجأ السياسيون الآن إلى الغرف المغلقة وراء الأبواب لمفاوضة كيف يبدو الشكل النهائي. الجميع له مطالب، السقف عالي عند الجميع، ولكن الاعتبارات الميدانية والسياسية مهمة، ولا يبدو أن الغرب قادر حتى الآن وبالطيب من ورائه إسرائيل على فرض أجندتهم ورؤيتهم. صحيح. بما أنك ذكرت الغرف المغلقة وما يدور داخلها أبو بكر، ماذا عن ما يدور بين الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا السياق؟ هل لا زال متفقتين بشأن كافة النقاط فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ لأن الولايات المتحدة بالطبع صوتت ضد وقف إطلاق النار في حين امتنعت بريطانيا، وكذلك ما يتعلق بمستقبل غزة، هل لا زالت المراكب تسير في ربما نفس الاتجاهات؟ هناك اتفاقات عريضة كما قلنا هي أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مستدام مع التخلص من حماس، هذا بالخط العريض. التفاصيل هناك خلافات حتى مع إسرائيل.
هم مختلفون على من يدير المنطقة. أمريكا تدعم إسرائيل بشكل أكبر وأوضح عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا مما تقوم به بريطانيا، لكنهم مختلفون مع إسرائيل ومتفقون مع بعضهم البعض، لجهة أن عداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة مرتفع. لدينا جو بايدن الرئيس الأمريكي منذ أيام قال أن القصف الإسرائيلي العشوائي، وصف هذا القصف بالعشوائي وكان لأول مرة يقوم باستخدام هذا اللفظ، هو يفقد إسرائيل دعمها العالمي. كذلك قال وزير الخارجية لبريطانيا ديفيد كاميرون أن بريطانيا ترفض هذا المعدل العالي من الضحايا المدنيين في قطاع غزة. لدينا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أيضا قال أن محاربة الإرهاب هكذا وصفه في قطاع غزة لا يمكن أن تعني تدمير كل شيء هناك. إذن لدينا ليس فقط موقف أمريكي وبريطاني، بل هو موقف غربي دولي يدعم باتجاه وقف إطلاق النار المستدام ولكن برؤية وشروط غربية، وهو موقف مخالف كثيرا للموقف الإسرائيلي الذي يدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة. طيب أبو بكر سريعا من فضلك في جملة واحدة، هل تم اختيار ديفيد كاميرون تحديدا لهذه المهمة لأنه ربما هو الأكثر وربما الأكبر دراية في إدارة هذا الملف حتى أكثر من رئيس الوزراء سوناك شخصيا؟ هو لا رجل يعني باع دبلوماسي طويل، هو كان رئيسا للوزراء سابقا وله نشاط في الشرق الأوسط ويعرف المسؤولين هناك ويعرفونه وله وزن وثقل، بالإضافة لأنه يشغل منصب وزير الخارجية وهو المنصب المنوط به التواصل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يعول عليه البريطانيون كثيرا في إنجاح مشروعهم، ولكن كما قلنا لبريطانيا أن تطلب ولكن القرار النهائي ليس لديها. للولايات المتحدة بالتأكيد. شكرا أبو بكر بشير مراسلنا من لندن على كل هذه المعلومات. الآن نتحول للعراق، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند. وأكد السوداني خلال اللقاء مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق، وشدد أيضا على رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أي جهة خارجية. الآن معنا للتعليق على هذه الزيارة هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. هبة، دعينا في صورة الأجواء وهذه الزيارة أهم ما تم مناقشته فيها. نعم يا داليا، بداية تحية طيبة عند زيارة نائب خارجية فيكتوريا، وعندما زارت العراق وخصوصا بغداد كانت التقت بوزير رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحدث على كثير من الأمور، من أهمها هو أنه كيفية التعاون وتعزيز التعاون من الجانبين للحد من هذه الهجمات التي تحصل في العراق وحتى الهجمات التي تحصل في العراق والآتية من العراق إلى المصالح الموجودة في سوريا. فبالتالي كان هذا الحديث الذي كان حديث مطول بخصوص الاستهدافات على القواعد الأمريكية، حتى أن هناك كان استهداف يوم أمس على قاعدة عين أسد غربي الأنبار، وحتى أن القيادة المركزية أعلنت عن ضبط سيارة معدة لإطلاق الصواريخ. هذه السيارة يعني القيادة المركزية حذرت بها وقالت أنه سوف نعزز الدفاعات الجوية في الأيام المقبلة وخصوصا في السنة المقبلة سنة 2024. فبالتالي عند حديث لفيكتوريا في مؤتمر صحفي تحدثت عن كثير من الأمور، من أهم هذه الأمور تحدثت بها نيوزيلاند هي تحدثت مع صحفيين، قالت أريد أن تذكير بأن تلك الهجمات لا تستهدف فقط الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن مدعوون هنا وليس لنا منشآت خاصة، بإنما تستهدف المنشآت الخاصة بالعراقيين وكذلك تمثل خطر على السيادة العراقية. فبالتالي كانت هذه الرسالة واضحة لها بخصوص أنه المنشآت هنا ليست منشآت خاصة وإنما تستهدف العراق وأمن العراق وتزعزع الأمن، وكذلك أيضا تحدث عن مدى كيفية القوات الأمريكية في منع هذه الاستهداف على القواعد الأمريكية في عموم البلاد وكيفية أيضا تهدد على الأمن والاستقرار في العراق. وكذلك تحدثت كثيرا على جملة من التفاصيل، خصوصا شكرت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص الاستهداف الأخير على مقر السفارة الأمريكية وكيف تم إلقاء القبض على
يعني مرتكبي بعض من المرتكبي كانت لهم صلة بالأجهزة الأمنية، وهذا الاستجابة السريعة من يعني من القيادة هنا في العراق خصوصا حكومة محمد الشيعة السوداني دائما تصر على حماية البعثات الدبلوماسية وحماية السفارات، وأنهما حتى شكر لها هذه الزيارة وتوعد أنه سوف يستمر في حماية يعني البعثات الدبلوماسية وخصوصا التحالف الدولي يعني لمحاربة عصابات تنظيم داعش الإرهابي. فبذلك أن هنالك توجيه حكومي صارم بخصوص هذه الاستهدافات، حتى لاحظ الأمر هذه الاستهدافات على القواعد الأمريكية لا تصيبها بشكل مباشر وإنما تصيبها في محيط القواعد. بعض منها يوم أمس كان هذا الاستهداف في عين أسد استهدفت محيط القاعدة والبنى التحتية ولا توجد أي أضرار بشرية. شكرا لك داليا. شكرا هبة تميمي مراسلتنا من العراق على كل هذه المعلومات. في فرنسا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انزعاج بلاده من سقوط مدنيين في غزة، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب لا يعني هدم كل شيء أو الهجوم على المدنيين في القطاع بشكل عشوائي، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وخلال لقاء تلفزيوني أشار ماكرون إلى استعداد بلاده لنقل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 والمقرر تنظيمه في باريس إلى مكان آخر إذا تطلب الوضع الأمني. ذلك يأتي هذا في ظل تحذير مسؤولين أمنيين أوروبيين من تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في فرنسا بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. ومعنا الآن تعليقا على كل هذه الأخبار خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا. خالد، طبعا لو تضعنا في بصورة الأجواء في فرنسا، إلى أي مدى الوضع الأمني هناك معقد بحسب هذه الأخبار التي أوردناها؟ نعم داليا، بعد التحية وعلى مدار سنين رد الرئيس الفرنسي على بعض من الأسئلة التي تشغل بال الفرنسيين، منها ملفات خارجية مثل الملف الأوكراني، وأكد خلال اللقاء على أن فرنسا ستستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا وأنه لا يجب أن تنتصر روسيا وأن فرنسا ليست في حرب مع روسيا. والملف الآخر كان الأكثر اهتماما كان ملف غزة، ورفض وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما يحدث في على غزة، وأكد أن محاربة الإرهاب لا تعني القضاء على المدنيين أو ضرب المدنيين في غزة. ولهذا كان هذا اللقاء ولقاء هام جدا استطاع من خلاله إيمانويل ماكرون أن يؤكد على أهمية الهدنة المستمرة وبعدها وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات ثم حل الدولتين. هذا فيما يخص الملف الخارجي. أما فيما يخص الملف الداخلي فبالطبع هناك قانون الهجرة وتداعيات قانون الهجرة والانتقادات التي دفعت الرئيس الفرنسي بأن يهاجم اليمين المتطرف طارة وأقصى اليسار طارة أخرى، ويؤكد على أن هذا القانون هو صحيح ليس مثاليا ولكنه كان ضروريا وبصفة خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل تشديد الرقابة على الحدود الداخلية والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي. إذن التوقيت كان هاما، وتطرق أيضا الرئيس الفرنسي على الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها فرنسا في الصيف القادم، وأكد على أن فرنسا تجهز لخطتين. الخطة الأولى هي الخطة التي ستجري أو يتم الاحتفال من خلالها في عدم تعرض فرنسا لأي هجمات إرهابية متوقعة، ولكن هناك خطة ب أو خطة ثانية يمكن أن يتم اللجوء إليها في جميع اللحظات الصعبة. وبالتالي هناك بالطبع إجراءات أمنية مشددة وتبادل للمعلومات. تبقى فرنسا على هبة الاستعداد لإنجاح هذه الدورة حسب الرئيس الفرنسي، لأن فرنسا ستستضيف العالم على حد قوله. شكرا خالد شقير مراسلنا من مارسيليا في فرنسا على هذه الإيضاحات. في السودان أفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في الخرطوم بحري، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن قواتها انسحبت الاثنين الماضي من مدينة ود مدني وسط البلاد. وأفادت القوات المسلحة السودانية أنه يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها.
وتعليقا على هذا الخبر معنا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. محمد، ما الذي تم التوصل إليه بشأن هذه التحقيقات الجارية بشأن مدينة ود مدني؟ نعم، حتى هذه اللحظات لا يوجد هذه التحقيقات. الجيش او القوات المسلحه السودانيه اكتفت بها، لكن حتى هذه اللحظات لم تكن هناك نتائج عمليات التحقيق، خصوصا وان ما تزال يعني تحت سيطره ميليشيا الدعم السريع، حيث هناك اوضاع صعبه للغايه، هناك اوضاع انسانيه يعيشها سكان هذه المدينه، خصوصا وانه منذ اليوم الاول نزحوا الى المدن القريبه او القرى القريبه للمدينه واد مدني. الاوضاع بحسب شهود عيان صعبه للغايه، على الرغم من ان هناك انقطاع كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت في مدينة المدني وأيضا القرى التي الآن تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع، خصوصا وأنها انتشرت في منطقة شرق الجزيرة وقامت بعمليات نهب وسرقات كبيرة حتى هذه اللحظات. لكن هناك معلومات تفيد بأن هناك تعزيزات عسكرية قادمة من الدمازين إلى ولاية الجزيرة، إضافة إلى تعزيزات عسكرية قادمة من حاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بور السودان، وذلك لتضييق الخناق على هذه المدينة. بحسب خبراء ربما يمكن استعادة هذه المدينة في أقرب وقت، لجهة أن يعني هي تقع في على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، ويمكن يعني إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت. لكن عموما الأوضاع في السودان هنا صعبة للغاية، في الخرطوم ما تزال المواجهات مستمرة، هناك تصويبات من وادي سيدنا نواحي المدينة الرياضية وكذلك منطقة الخرطوم بحري وكذلك وسط الخرطوم. حتى هذه اللحظات عمليات الكر والفر مستمرة في الخرطوم. أيضا في الشارع الرابط بين الخرطوم ومدينة المدني ما تزال مجموعة الدعم السريع يعني تتحرك نواحي ولاية الجزيرة، خصوصا وأن منطقة شرق الجزيرة تتواجد فيها هذه المجموعات بكثافة، وكما علمنا أن هناك يعني سيطرة إلى مدينة الحصحيصة وهي مدينة قريبة من ود مدني تبعد ما يقارب 40 كيلومترا، إضافة إلى منطقة الكاملين حيث هناك يعني انتشار لهذه المجموعات في عدد من هذه المدن ولاية الجزيرة. كما يبدو أن ولاية الجزيرة الآن أصبحت في تحت سيطرة الدعم السريع، لكن الجيش السوداني الآن يتحرك لاستعادة هذه المدينة لما لها من أهمية استراتيجية، خصوصا وأنها استوعبت أعداد كبيرة من النازحين الذين قدموا من الخرطوم، لكن الآن نزحوا إلى مدن أخرى وإلى أرياف أخرى وكمدينة سنار وهي مدينة ليست بعيدة من مدينة ود مدني. نعم، أنا بشكرك، شكرا جزيلا محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم. ومن السودان نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة مع مراسلين في مختلف العواصم في العالم، وبعد دقائق من الآن تلتقيكم الزميلة دينا زهرة وجولة إخبارية جديدة ومتابعة لما يحدث في من مستجدات في قطاع غزة. تحياتي لحضراتكم، كنت معكم داليا أبو عمير، إلى اللقاء.